اخواتي اخواتي. في العيد نزلنا شبه اي بي لكن كان سناجل يعني كل حاجه كانت نازله لوحدها بس هم اتجمعوا في حاجه كده مع بعضيهم عملناها من المرج. كانت اول حفله لنا في كندا لسه عاملينها من حوالي 3 ايام وكانت بالنسبه لنا دي بقى تجربه جديده اصلا لينا كصواريخ ان احنا نطلع بره مصر ونلعب مزيكا جديده في لجمهور جديد. وادينا هو تاني تجربه في هولندا. يعني بصراحه احنا كنا مش متخيلين اللي حصل ان احنا كنا فاكرين ان يعني الحفله ما كانتش هتبقى بالعدد ده. الحفله وصلت العدد ل 34,000 بني ادم فده كان رقم كبير بره مصر. فده كان بالنسبه لنا مختلف وادانا طاقه وحسسنا ان احنا يعني بدانا نمشي على الخطوات الصح. يعني ان احنا عرفنا اتجاهاتنا فين في الموسيقى وقد ايه الناس بره بتسمعنا ومشتاقين ان هم يشوفونا.